السلام عليكم ورحمة الله. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو غادي تحط لكم نتوما صحة جديدة، نتوما والديكم كذلك، نتوما وليداتكم. كيف ما كتشوفوا البنات، موضوع جديد ونهار جديد. كيف ما كتشوفوا، انا نهار اللي مرت لقيت امي ولقيت خوتي. ايه باش نقولها لكم، مي صحابات كانوا كيعيطوا الو فتيحة الو باش عرفوني مرت، غبروا يعني الارض غبرات عليهم. باش نقول لكم الا بغيتو ديروا الخير ديروا في والديكم ديروا في خوتكم. باش نوصل لكم هذا الميساج هذا، ما لقيت حتى شي واحد، ما لقيتش اللي هز التليفون عيط ليا وقول لي فتيحه كيف بقيتي. يعني راه كل خو راسو وكل صاحب راسو. باش نقول لكم، وهادشي اللي كاين. ودابا راني جيت للقهوه وكنشرب كاس ديال اتاي. انتم المتتبعين ومرحبا بكم معايا. ما كاين لا مبقاش على من تحط الراس وتقول هذه صاحبتي ولا هذه، مبقاش. انا في هذا المر جربت كل شيء، وانا من النوع اللي تسنى البنات، كنتعاطف مع البنات كيبقاو فيا مساكن من اللي كيمرضوا، فهمتي. ولكن انا ما لقيتش حتى اللي يسول فيا، حتى اللي يسول فيا من غير امي. دابا راه كنهضر معاكم وجاوني الدموع من غير امي وخوتي اللي كانوا كيعيطوا يوميا يوميا. كتخيلوا التليفون ما تتقطعش، خصوصا الوالده ديالي ربي يخليها ليا. اما بالنسبه لهذا الامتحان ديال الله سبحانه وتعالى، اي واحد سيمرض، اي واحد سيطيح، اي واحد سيضر، ولكن انا خصني ندير الحساب، فهمتي. وهذا الشيء اللي كان سيقولي اليوم، درت معكم فيديو في الخوة، ولكن غدا ان شاء الله غادي نوعدكم مع الصباح غادي نمشي ندير الفيديو في كيماتو ان شاء الله على حياني الله. وحاولوا تهلاو في والديكم، حاولوا تهلاو في خوتكم، حاولوا تهلاو في العائلة ديالكم. وهذا الشيء اللي كاين البنات، انا غادي دابا نشرب القهوه ديالي وغادي نوض نصوب لواحد البنت هنايا شعرها عاوتاني. وهذا الشيء اللي كان، كنقول لكم ما تتبعديو لي، كنحماق عليكم وتنموت عليكم وتقول لي الا غبرت عليكم. راه كانوا عندي ظروف وما كنقدرش نسجل وانا مريضه. وهذا الشيء اللي كاين المتتبعات ديالي، بسلام عليكم، الله يهنيكم. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد، سواء هنا سواء في شي بلاصه اخرى في المكتب. الله، السلام عليكم.